النهارده بغض النظر عن شعري شكله عامل ازاي فيديو كذا حاجه هنعمل اسمها ايه شوبينج هول. جبت حاجات من شين وجبت حاجات من امازون كلها علشان انا مسافره وهنعمل باكينج مع بعض. فيلا بينا نبتدي بالحاجات اللي انا جبتها من شين. هكتب لكم البيج اللي انا جبت منها واحط اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس. ف if you're interested just keep watching. انا مديه مساحه كده عشان تشوف كل حاجه. جبت الشنطة دي هي كبيرة جدا, هي قد من فوق. ليه اقول لكم ليه؟ عشان حاجة التصوير بتاعتي واللابتوب والحاجات دي ببقى عايزة احطها معايا وانا في الباص وعايزة حاجة بسوستة, فحسيت ان دي الحل الامثل للي انا عايزاه من ديكاتلون. خلينا في شيء الاول, انا عايزة اقول لكم انا بعرفش اطبق, وانا اللي مطبقة الحاجات دي بحطها جوه الاكياس عشان طبعا شفتها وقستها وبتاع قبل ما اشوف الحاجة ولابسة منهم اساسا دلوقتي البنطلون ده, ولكن مش هو ده موضوعنا. موضوعنا الحاجات التانية اللي انا جبتها. هبدأ بأول كيس عجبتني, بس هو طلع شتوي قوي بس ده لا يمنع ان انا هلبسه برضه. البنطلون ده بصوا من جوه عامل ازاي, بس انا هلبسه. تطبيقي وحش يعني, فاهمين؟ عارفين اللي هو لما تحسوا ان الحاجة كبيرة. جبت الدرس ده, هو لحد ركبتي, هو طبعا على الموديل اقصر من كده بكتير بس عشان طولي 159 سنتي فجي على مقاسي وطوله كويس قوي. جبت التيشيرت الاوفر سايز ده, هو طويل قوي عليا بس يعني بعرف انا اتصرف ان هو اخليه يبقى مش طويل قوي كده, بس شكله عجبني قوي. هو شين بس حاجه جوه شين اسمها دايزي, دي اي زد واي, ده بيبقى احسن ماتيريالز. جبت تو سكيرتس, جبتين نفس القصه نفس كل حاجه بس الوان مختلفه. كان يا ريتني جبت اكس سمول بس يعني هم حلوين. هنا في مايوهات كتير قوي, انا بلبس مايوهات يعني بستاندردز معينه, فعبال ما بلاقي حاجه بيطلع عيني يعني, عشان كده تلاقوني لما بلاقي حاجه بجد بجيب كل الوانها. مش مايو ده تي شيرت بس هوريكم. انا عندي مشكله مع التي شيرتس القصيره ان انا يعني بحب اخلي بالي ان هي ما تترفعش او كده, فجبت تي شيرت عادي بياقة اهو زي بولو يعني, بس من تحت كده علشان اعملهم ولما البس السكيرت ابقى بتحرك براحتي. هي جبت منها الاسود. جبت الدرس حلو قوي بس للاسف مش هلبسه. اقول لكم ليه؟ مقاسه تحفه كل حاجه, بس لقيته وانا مخدتش بالي ازاي من الصوره ان هو مفتوح فتحه من الجنب زي ما انتم شايفين فظيعه, فللاسف ده مش هعرف البسه. خليه بقى اخليه حته امسح بيها او مش عارفه. سويم سوت بجد بجد تحفه, حلو قوي. بصوا هنا وفي سكيرت عندي جايبها لها يعني, بس كانت سكيرت من مصر هنا عادي, بس تحفه تحفه تحفه. دي سكيرت برضو للمايو بس مش لده, لواحد تاني هوريه لكم. مايوهين دول ودول اخر حاجه جبتهم من شين, نفس القصه بتاعت الاسود ولكن لون تاني. اللون ده كنت جبت واحد السنه اللي فاتت برضو من شين نفس اللون بس طلع ظهره مفتوح قوي, ف ده لقيته يعني ظهره مقفول وبتاع, وجبت ده اخر مايو. ده اللي جايبين له سكيرت البيضة هو والزيتي, بس ده مشكلته ان هو مش بادد يعني, كلهم بادد من هنا فيهم بادز بس ده مفهوش, فهضطر البس حاجة تحتيه بس مش مشكلة. حاجات الترافلنج من امازون, استنى هعمل لكم زوم. هرتب فيها الحاجة بتاعتي يعني, دي هرتب فيها حاجتي, ليها بقى ديفرنت سايزز كده علشان الحاجة ما تتوهش جوه الشنطة. جبت دي للاكسسوارز بتاعتي, اختراع فظيع اهو. بصوا الازايز دي بتملوها وبتحطوها وات ايفر بقى البرودكت اللي انتوا عايزينه جوه ايه, وبعد كده بنقفلها. وزي مثلا انا دلوقتي عايزه فيها بيجي كارد كده عليه اسماء بنلزقها عليها, انا مثلا عايزه كريم بروح حاطه كريم, عايزه مويسترايزر بروح حاطه مويسترايزر, عايزه كده بقى. دي برص فيها الدلكتس بتاعتي برضو, حلو قوي عجباني قوي. دي جبتها عشان باخد فيتامين لشعري عايزه اخده معايا احطه في دول.
دي كل الحاجات اللي انا اشتريتها. نخش بقى في الباكينج. دي الشنطة اللي انا هسافر بيها ان شاء الله، اكبر من اللي انا بسافر بيها كل مرة، بس علشان انا عايزة اتأكد ان كل حاجة هتفت في شنطة واحدة، وحاجات التصوير بقى تفت في شنطة تانية لوحدها مش مشكلة، بس اتليست الحاجات دي تفت في هنا. اول شنطة دي هرص فيها حاجة السويم سوتس كلها اللي انا ممكن احتاجها واللي انا هحتاجها واحطها في الشنطة. المايوهات كلها اللي انا هحط بقى في الشنطة دي لبس الخروج، بس هقسم في شنطتين الحاجات اللي ممكن تتلبس من تحت والحاجات اللي ممكن تتلبس من فوق. دي الحاجات اللي انا هلبسها من تحت، بنطلونات، سكيرتس، دريسز، حتى يعني هنا في وان دريس. والصغنونة دي هحط التوبس بقى عشان التوبس تبقى اصغر شوية. ويلا بينا. الدلكتس كلها، في حاجتين نسيت اشيلهم من الحاجات اللي تبقى مهمة قوي معايا وانا مسافرة. السشوار لي 3 هيدز كده هحطهم في الشنطة دي علشان تحافظ عليهم. دي شنطة لوندري، بس انا حطيت فيها الهير كير بتاعي كله، الشامبو، البلسم، التوك، الليف انز، الحاجات دي كلها حطيتها هنا. بلاشر، بلاشر تنت، انا بحب البلاش جدا، هايلايتر، ماسكارا، جل حواجب، زيت بتاع اولا بلاكس نسيت احطه، الحاجات اللي مالتها، الري ابليكيشن بتاع السان سكرين، ليفر السان سكرين، كده انا خلصت كل حاجه وتعبت قوي جدا، تعبت كتير جدا. وان شاء الله باذن الله هصور فلوج للرحله اللي انا رايحاها، هتبقى في مرسى علم. بعد دماغي بتقعد تقولي اسمها راس علم، معرفش ليه، المهم هي تبقى في مرسى علم. وبس الساعه دلوقتي 2:05، وبص يعني حد هيجي يجيبني الساعه 10 بالليل، انا ابتديت اهنج. فبس كده هقعد اريح بقى لحد بالليل.